رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة. حزورة رمضان برنامج مندور فيه الغوطة بساحاتها وأسواقها ومنتعرف فيها على شبابها ورجالها. حزورة رمضان سؤال بعد الإفطار وهدية رمزية من غوطة الحصار. رمضان كريم، نتعرف على حضرتك أخي فارس الريحاني. تمام أخي فارس، نحن سبقتنا حزورة رمضان، سؤال بسيط رح نسألك يا جاهز؟ إيه. طيب بدك تعدد لي ثلاث أسماء بحيث الاسم لا يحوي نقاط. هلا أنت اسمك فادي في نقطة ما فوق حرف الفاء، بدي ثلاثة لا يحوي نقاط مثل اسم محمد. عهد. ياسر في نقط. ياسر إيه. عهد واحد. محمد. محمود اثنين. أحمد فيه همزة. همزة ابن. بدنا غير همزة كمان. يلا بيان واحد. شو في كمان؟ استعجلها. ما إنه سوى مسكة ما بيسه. كمان لا شخطة ولا نقطة. بدنا شيء. طيب على بالك أحمد شو رأيك؟ إيه أحمد. طيب بتربح معنا جائزة مقدمة من شبكة مسلم نت بحجم 1 جيجا. مبارك أنا وعليك الشهر الكريم. سلمك. سلام عليكم. طبعا. أيضاً ضمن أجواءنا في الغوطة الشرقية، رمضان كريم حجي ونتعرف عليه. رمضان كريم أبو فادي. حجي أبو فادي، نحن مسابقتنا حزولة رمضان، سؤال بسيط. نحن حالياً أمام أحد الأسواق. سؤالك اليوم، ما هي المدة التي تحتاجها شجرة الموز لكي تثمر؟ المدة، نحن نعطيك خيارات ولا بتعرف الجواب؟ والله ما بعرف. طيب سنة واحدة أم سنتين؟ لا سنة. سنة واحدة. طيب شو عرفك انه السنة؟ ليش يعني عرفت؟ سنتين ما ضبطة، يعني سنة كل سنة الموسم ان كان الفواكه كل شيء سنة. تمام. بالسنة مرة. اجابة صحيحة حاجة فادي، بتربح معنا يعني جائزة مقدمة من حلويات بدرة قسيمة شراء بقيمة 1000 ليرة سورية. مبارك علينا وعليك الشهر الكريم. يا رب، يعني اهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم وان شاء الله كل سنة ونحن سالمين، والله يفرج علينا وعلى جميع اهل سوريا. امين. تفضل حاج. الله يسلمك. ايضا ضمن اجوانا في الغوطه الشرقيه، رمضان كريم اخي ونتعرف على حضرتك. رمضان كريم علينا وعليكم. ابو العباس. اخي ابو العباس، نحن مسابقتنا حزوره رمضان، سؤال بسيط ورا منه جائزه. اسالك سؤال بسيط، اسم المدينه التي تلقب بجلق، سمعان فيها المعلومه؟ جلا؟ لا والله ماني سمعان كلها. ومناجي جلق، سمعان في هيك شيء؟ لا والله ما. طيب هل هي دمشق ام القاهره؟ دمشق. إجابة صحيحة. طيب تربح معنا جائزة مقدمة من حلويات بدرة قسيمة شراء بقيمة 1000 ريال سورية. مبارك علينا وعليك الشهر الكريم. الله يبارك علينا وعليكم ويفرج كل على كل البلاد. الله يسلمك يا رب. أنا في الغوطة الشرقية، نتعرف عليك حبيبي، أنت ورفيقك. اسمي صالح صفية. أنت؟ اسمي أحمد صفية. تمام، أنتوا اثنين بيت صفية، فمشان هيك حنسألكم سؤال واحد، معلي؟ وأنتوا بتفكروا بالجواب أنتوا اثنين. طيب، القوس قزح، بتعرف القوس قزح؟ إيه. وأنت بتعرفه؟ إيه. طيب كم لون ولا القوس قزح؟ سبعة. موت معنا؟ أكيد سبعة. طيب لمين نعطي الجائزة، لك ولا لأخوك؟ اللي بدك إياه. ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة. طيب أعطيكم جائزة واحدة وأنتم بتقسموها. إن شاء الله. بطاقة مقدمة من حلويات بدرة قسيمة شراء بقيمة 1000 ليرة سورية، يعني 500 لك و500 له. إن شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. أكيد؟ أكيد. طيب تفضل. أيضاً ضمن أجوانا في الغوطة الشرقية، رمضان كريم حاج، نتعرف على حضرتك. محمد نضال. أخي محمد، نحن مسابقتنا حزورة رمضان، سؤال بسيط، حابين نكسبك معنا ببرنامجنا حزورة رمضان. أهلا وسهلا. جاهز. طيب سؤالك بسيط جدا. عدد الساعات التي ينامها الأسد ملك الغابة، كم ساعة بينام من أصل 24؟ يعني زدت رقم بعدين بساعدك. يعني تقريبا شايد 4-5 ساعات. لا تعلي شوي. يعني 6-8 ساعات. كمان أطلع. 10. أطلع. شايفه بينام على طول. اطلع كم؟ يعني 12 ساعة. طيب هلا بعطيك خيار انا، 20 ساعة
قد تستغرب ما ام 23 ساعة؟ لا اكيد 20. 20 هو 4 ساعات فقط للاكل والاصطياد خلينا نقول، و20 ساعة نوم. اي معلومة مفيدة هيك بنكون اعطيناك معلومة، انت لازم تعطينا الجائزة. خلاص لعيونك تربح معنا جائزة مقدمة من حلويات بدر القصيم ان شاء الله بقيمة 2000 سورية. مبارك علينا وعليك الشهر الكريم ان شاء الله، وعليكم يا رب ينعاد عليكم بالخير وبالسلامة. ضمن أجوانا في الغوطة الشرقية ومن أحد الأسواق، رمضان كريم، نتعرف عليك أخي. الله يمن عليك. حمدي. حمدي. حمدي، نحن مسابقتنا حزيرة رمضان سؤال بسيط ورغم أنه فيه جائزة. حضرتك أول شيء لأي صف دارس أو شو معك دراسة؟ البكالوريا. البكالوريا. طيب ما بعرف إذا سؤالك كان موجود في منهاج البكالوريا، إذا كان شهادتك أدبي. أدبي. أدبي تمام. طيب ملكة تدمر، اسم ملكة تدمر. تمام. زنوبيا. زنوبيا. بعد زنوبيا. صعبة. لا هي شائعة انه انا بعرف زنوبيا بس بعد منها والله. سؤال لبساطته دغري، هو جواب صحيح صراحة، ما حابب اسألك سؤال اكثر من هيك. تربح معنا جائزة مقدمة من شبكة مسلم نت بحجم 1 جيجا. مبارك علينا وعليك الشهر الكريم. يسلموا لك. علي وعليك. ايضا ضمن اجوانا في الغوطه الشرقيه، رمضان كريم اخونا، تعرف على حضرتك. رمضان كريم. الشهر الفندي اخي بشار، نحن مسابقتنا حزوره رمضان، سؤال سريع نسالك اياه، عليك التفكير ومن ثم الاجابه. جاهز؟ جاهز. طيب اغلى الطيور ثمنا، مشهوره كثير بدول الخليج، بيتبادلوا وبيبيعوا كثير، اغلى الطيور. اغلى الطيور ثمنا في اول شيء، في عندك اجابه قبل ما اطرح لك الاحتمالات؟ طيب الصقر ام النسر؟ الصقر. الصقر. قربت شيء انت حتى عرفت انه الصقر ولا نبتيت لحش؟ لا بس بعرف الصقر يعني نوع من انواع النادره، او نوع مثل ما بيقولوا هو والنسر، بس الصقر بعرف مربوط اكثر بالخليج انا هيك بسمع. طيب حسب رمضان كريم علينا وعليك، تربح معنا قصيمه مقدمه من شبكه مسلم نت بطاقه بحجم 1 جيجا. مبارك علينا وعليك الشهر الكريم. مبارك ان شاء الله علينا وعليكم على الامه الاسلاميه يا رب.